ما تنساش تشترك معنا في قناتنا على اليوتيوب خطوة تعليمية دروس وامتحانات، هذا راح يشجعنا نقدم المزيد والمزيد. السلام عليكم، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير. أنا راني بخير والحمد لله. في هذه السلسلة تاع الفيديوهات راح نديرو عملية القسمة الإقليدية ولا العملية العمودية تاع القسمة بكل سهولة. هذا الدرس اللي أرق بزاف أولياء، أرق بزاف أساتذة، بزاف تلاميذ ما مش فاهمين. ما لحنا واش راح نديرو؟ راح نديرو سلسلة من الفيديوهات راح نحلو فيهم بزاف أمثلة. علاش؟ خاطر التلميذ يفهم بالأمثلة. نديرو أمثلة، نبدأوها من السهل ونروحو حبة حبة. دونك حنا واش راح نديرو؟ هذه الامثله، هذه الامثله كامله راح نحلوها. ايه، كل خطره نديرو مجموعه من العمليات ونحطوها في جزء من الاجزاء. انت واش دير؟ كل ما حنا نحطو جزء تكتب هذه العمليات، تمدهم لولدك يحاول فيهم، يحاول يحلهم وحده هكا باش يتعلم. ها، ركزوا معايا مليح، لازم هو يحاول، هو يحاول وحده. نعم، هو يحاول وحده. معليش اذا يغلط، نتايا ماذا بك يغلط؟ علاش كي تعطي له يحاول ويغلط من بعد كي يروح للامتحان ماهوش راح يغلط في العفايس اللي كان يغلط فيهم في الدار؟ هذه يكونك متهني. بصح حاجه اذا حلها صحيحه قدر يغلط فيها في الامتحان، متفقين ولا لا؟ ما احنا واش راح نديرو؟ كل خطره نديرو مجموعه من الامثله وندير نطلقوها في جزء لا يتعدى 10 دقائق، 11 دقيقه، 12 دقيقه، باش ما يكرهوش ولا باش ما يملوش. شوف، اول حاجه قلنا نكتبو واش راح نحلو. 78 قسمه 12 رانا كتبناها. واش نجيو نحوسو واش نديرو؟ نديرو العمليه العموديه. وهاي ليك العمليه العموديه بكل سهوله، ما تتوترش. عندك هذا الاول تكتبوه هنا، هاي ليك 87، والثاني هذا تكتبوه هنا بكل بساطه. متفقين ولا لا؟ لا صح. خلينا نبداو نحلو كيما فهمتك. واش راح دير؟ لهنا راح تهز، لهنا عندك زوج ارقام، دونك نتايا منا ديما تبدا تهز بزوج ارقام وتطلع. اخي فهمتني ولا لا؟ لا مثلا نفرضوا باللي عندك لهنا 366 قسمه 12، هنا عندك زوج ارقام 12، هذه زوج ارقام، تجي تبدا منا تبدا بتهز زوج ارقام، متفقين ولا لا؟ لا صح. عندنا لهنا 12 زوج ارقام، نجيو لهنا نهزوا زوج ارقام اللي هي 87. صح، 87 راح نقسموها على 12. 87 هذه راهي كبيره على 12، دونك راح نقدروا نديروا عمليه القسمه. تقول لي استاذ مانيش حافظ جدول الضرب تاع 12 باش تحلها. نقول لك نورمال، حنا عمليه القسمه تاعنا كامل نديروها بلا ضرب. صح، متفقين. اول حاجه ديرها تجي دير لهنا عمليات الطرح كيما مالفين. 87 هذه نبقاو نحيو منها 12 حتى نحبسو، حتى نوليو ما نقدروش. ها، 78 راح نحي منها 12 ونشوف شحال تساوي. ما عرفتش ندير العملية، نجي لهنا ندير العملية العمودية. ها، بكل بساطة، 87 ناقص 12، 7 ناقص 2 تعطيك 5، 8 ناقص 1 تعطيك 7، تعطيك 75. تكتب لهنا 75. ها، وهذه 75 اللي تخرج لك كيما قلت لك تعاود تكتبها لهن، ونبقاو ديما نحيو منها 12. تبع معايا، 75 ناقص 12، نجيو لهنا لا علينا نديرو عملية العمودية. انت ديجا تكون دربت على هادو، خي درت لك بزاف وثائق تدريبية، يعني انت هادو راك تكون فيهم سريع جدا. ها، 75 تنحي منها، وماذا بك دير هكا باش النتيجة تاعك تكون اسيوري، تكون صحيحة، متأكد منها 1000%. ما تبقاش تقزن وتيري في الزهر لهنا كيما يديرو جماعة، يبقاو يديرو 5 6 وتبقى تضيع الوقت تاعك في التقزان. اما الارواح لهنا خدم خدمه نظيفه. ها، 75 ناقص 12، 5 ناقص 2 تعطيك 3، 7 ناقص 1 تعطيك 6، والنتيجه هي 63. 63 تزيد تنحي منها 12. ها، نجيو لهنا 63 نحيو منها 12، شحال تعطيك؟ 3 ناقص 2 تعطيك 1، 6 ناقص 1 تعطيك 5، دونك انا تخرج لك 51. هاي ليك 51، نزيدو نحيو منها 12، كم تساوي؟ 51، 51 راح نحيو منها 12. 1 ناقص 2 لا نستطيع. اما واش راح نديرو؟ نديرو عملية الاستيلاف. واش راح دير؟ كيما قلت لك تكتب واحد صغير لهنا وتكتب واحد كبير لهنا، واش تولي 11 ناقص 2 اللي هي 9،
ولا هنا 5 ناقص 2 شحال؟ 3. 39. 39. 39 تزيد تكتبها هنا وتنحي منها 12، كم تساوي؟ تجي لهنا ودير 39 ناقص 12. 9 ناقص 2 اللي هي 7. 3 ناقص 1 اللي هي 2. 27 تكتب هنا 27، هاي ليك 27 وتنحي منها 12. كالعادة نجيو لهنا، هاي ليك 27 نحي منها 12. 7 ناقص 2 5. 2 ناقص 1 اللي هي 1 تعطيك 15. والعملية الأخيرة 15 ناقص 12 اللي هي تساوي 3. درتها ذهنيا، وثلاثة هذه ما نقدروش نحيو منها 12 لأنه 3 أصغر من 12. دونك هنا راح نحبسو. كملنا عملية الطرح، واش راح دير عزيزي التلميذ؟ تحسب العمليات اللي درتهم، 1 2 3 4 5 6 7، درنا 7 عمليات. واش تدير 7 هذيك اللي تلقاها لهن اللي هي عدد العمليات كما تفاهمنا، تجي تكتبها هنا، هاي ليك 7. قلنا اي عدد تكتبه هنا راح تدير له عملية ضرب، تسمى 7 في 12. واش تدير 7 في 2؟ هاي ليك، نجيو نديروها هنا، اها 7 في 12. 7 في 2 اللي هي 14، تكتب 4 وتحتفظ بالواحد. 7 في 1 7 وتزيد لها الواحد تعطيك 8. اذا النتيجه تاعنا هي 84. 7 في 12 تعطيك 84، تكتبها لهنا، هاي ليك 84. واي عدد تكتبه له لازم تدير له عمليه الطرح، هانا درنا له عمليه الطرح. 7 ناقص 4 تعطيك 3. 8 ناقص 8 0. هكا نكونوا كملنا عمليه القسمه تاعنا وجبنا النتيجه الصحيحه. ها تبع معايا، هذه 7 هذه هي الحاصل، وثلاثة هذه هي الباقي، ورانا متأكدين 1000% باللي العملية نتاعنا صحيحة. إذا بغيت تتأكد باللي العملية نتاعك صحيحة ولا لا، لو واش راح تدير؟ 7 هذه تضربها في 12، كما قلت لك الحاصل تضربه في 12، القاسم تضربه في القاسم، هذا هو القاسم باش نتفاهمو. من بعد تحفظ الأسامي، ما يهمكش انت دوكا في التسميات، المهم تعرف تحل. باش تتأكد انت لازم تعرف النتيجة تاعك العملية تاعك صحيحة ولا لا، واش راح تدير؟ تضرب كيما قلت لك الحاصل تضربه في القاسم وتزيدو الباقي، لازم تلقى 87. يعني 7 في 12 وتزيد لهم الباقي اللي هو 3 وتلقى النتيجة. 7 في 12 حسبناها قبيلة، 7 في 12 اللي هي 84 هذه، ها 84، ونزيدو لها الباقي اللي هو 3 تعطيك 87. دونك رانا صحاح، ها بكل بساطة بلا ما نحفظو جدول الضرب. متفقين ولا لا؟ لا نروحو نزيدو نحلو المثال هذا. أيا خلينا نروحو نحلو المثال هذا ونشوفو ترشي. دوك نحلو الأمثلة هذه كامل، انت تبعني في الأمثلة كامل كيفاش حليت، من بعد خلاص باش تجيب أوراق المحاولات وتبدا تحاول وحدك. متفقين ولا لا؟ لا ايا تبع معايا حبة حبة. انا هنا في المثال هذا 122 122 قسمة 9. سهلة ماهلة. اول حاجة نديرو العملية الاقليدية، نرسموها، نديرو 122 اللي هو هذا الاول كما قلت لك تكتبوه لهنا، راح نقسموه على 9. كي يكون لهنا عندك رقم واحد، اكتب معايا مليح، لهنا كي يكون عندك رقم واحد تبدا تهز منا بالرقم، تهز منا رقم واحد. اذا كان هنا عندك رقم واحد تجي لهنا تهز رقم واحد. واحد قسمة 9 لا نستطيع، على خاطر واحد هذا راه صغير على 9. واش راح نديرو؟ نزيدو رقم واحد اخر، نوليو هكا 12 قسمة 9. ها تبع معايا مليح، 12 قسمة 9 نستطيع. 12 هذه شحال فيها من 9؟ 12 شحال فيها من 9؟ فيها واحد. متفقين ولا لا؟ تكتب لهنا واحد وتضرب. قلنا احنا اي رقم تكتبه لهنا في البلاصة هذه لازم تدير له عملية الضرب. 1 في 9 اللي هي 9 تكتبها تحت الرقم هذا اللي هزيته. متفقين؟ قلنا اي رقم تكتبه لهنا لازم تدير له عملية الطرح. 12 ناقص 9 اللي هي 3، دير هذه هنين ولا ديرها بصباعك. 12 نحي منها 9 تعطيك 3.
هاي ليك. ثلاثة هذه اللي تلقاها النتيجة تاع عملية الطرح هذه لازم تهبط لها العدد اللي راهو يستناه هنا. هاي ليك اثنين هبطوها هنا. اثنين تخرج لنا 32 قسمة 9. 32 قسمة 9 نورمال، ماكش حافظ جدول الضرب. نديرو عمليات الطرح، تحل هذا القوس وتكتب لهنا 32 هذه تنحي منها 9، نبقاو ديما نحيو منها 9 هذا 32. واش راح تلقى 32 ناقص 9 ما تعرفش دير هذه هنيا نورمال، هي نورمال تلقى 23. واش راح دير؟ دير العملية العمودية بكل سهولة. 32 ناقص 9 تكتب واحد كبير هنا وواحد صغير لهنا، 12 ناقص 9 اللي هي 3، متفقين ولا لا؟ لا. ولا هنا دير 3 ناقص 1 تعطيك 2، لقينا 23 نكتبوها هنا 23. اللي لقيتو لهنا تزيد تعاود تكتبو هنا 23، نحيو منه 9، نبقاو ديما نحيو في التسعات ونجيو لهنا كالعادة نديرو عمليات الطرح. نديروها بشكل عمودي باش ما تتلفناش. 3 ناقص 9 نكتبوا واحد كبير لهنا ونكتبوا واحد صغير. اذا كنت ما تعرفش هذه الطريقه تاع عمليه الطرح العموديه، راني شرحت هدرت لها فيديو خاص بطريقه جد جد سهله، عمليه الطرح العموديه تلقاها في القناه تاعنا خطوه تعليميه. خلينا نكملوا. قلنا 13 ناقص 9 تعطيك 4، و2 ناقص 1 تعطيك 1، دونك لهنا راح نلقاو 14. 14 هذه نزيدو نعاودو نكتبوها هنا ونحيو منها 9، شحال تعطيك؟ 14 ناقص 9 ديرها بيديك ولا ديرها ذهنيا تعطيك 5. ما قدروش 5 نحيو منها 9 خاطر 5 راهي اصغر من 9، ما لا نحبسو هنا. كيما قلت لك كي تكمل عملية الطرح تحسبهم 1 2 3، درنا 3 عمليات طرح. 3 هذه اللي تخرج لهنا وين تكتبها؟ تكتبها هنا 3. قلنا اي عدد نكتبوه في هذه البلاصه لازم نديروا له عمليه الضرب. 3 في 9 27، تكتبها هنا النتيجه تاع عمليه الضرب تكتبها هنا 27. اي عدد تكتبه هنا لازم تدير له عمليه الطرح. هاي ليك 32 ناقص 27 هذه تقدر ديرها يدويا خاطر الاعداد راهم قراب لبعضها. 32 ناقص 27 نورمالمون تلقى 5. نقولوا احنا انت ما عرفتش ديرها، تجي ديرها عموديا هنا نورمال ما كانش مشكل، المهم تلقى الاجابه صحيحه. ديرها عموديه باش تلقى الاجابه صحيحه. ما تتسرعش وديرها من راسك ومن بعد تغلط، متفقين ولا لا؟ خاطر كي تغلط يروحوا لك النقاط، مال انت لازم تاسوري النقاط تاعك، متفقين ولا لا؟ لا. 32 ناقص 27 نبداو. 2 ناقص 7 لا نستطيع، نكتبو هنا واحد كبير ولازم نكتبو هنا واحد صغير. 12 ناقص 7 كم تساوي؟ تساوي 5، متفقين ولا لا؟ لا. نجيو لهنا نديرو 3 ناقص 3، 2 مع الواحد الصغير هذا اللي هي 0، لقينا 5. تكتب لهنا النتيجة اللي هي 5. ما فهمتش علاش جيت حليتها، لانه انا قادر نحلها هنا. معليش انت لازم تحلها هنا، هذه عملية تحلها لهنا تلقى 5. هكا نكونو كملنا هذه العملية، لقينا الحاصل اللي هو النتيجة 13، هذا نقولو له الحاصل، لازم تحفظو هذا الحاصل خاطر يسقسيك الحاصل معنتها نتيجة القسمة. وهذا اللي بقالك لهنا اللي هو الباقي، انا ديجا قلناها بقالي لهنا الباقي، تفقين ولا لا؟ لا. هذا الباقي وهذا الحاصل، ها ديجا حليناها عدد كبير على عدد على رقم واحد ودرنا عملية طرح متتالية ولقينا النتيجة صحيحة. هذه هي اللي تهمنا خاطر نجيبوا النقاط نتاعنا. ما تنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليمية، وذلك بالضغط على الزر الأحمر اللي هو متابعة أبوني ولا سبسكرايب. ما تنساش تاني زيد تكليك على هذاك الجرس، علاش؟ بينا باش اي حاجه نحطوها تمارين دروس امتحانات برامج نصائح توصلك في الحين. ايا السلام عليكم، تهلاو.